وأيضا من ما يدخل في ذلك الاستهزاء بالدين، كمن يستهزئ بالله عز وجل أو برسوله صلى الله عليه وسلم أو بآياته، أو يستهزئ بشعائر الدين الظاهرة كالصلاة، الزكاة، الصوم، الحج، يستهزئ بما أمر الله عز وجل به من الأوامر التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والاستهزاء كفر مخرج من الملة. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. كلمة واحدة قالها أولئك النفر من المنافقين ونزلت في شأنهم تلك الآية عندما استهزؤوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه الكرام، ونزلت في شأنهم هذه الآية التي تدل على خطر كلامهم وأنه أخرجهم من دائرة الإسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله.